أهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة من الآن وبدايتها محليا، حيث تحتفل محافظة قنا بعيدها القومي والذي واكب 3 مارس من كل عام. المزيد حول العيد القومي بقنا ينضم إلينا الآن الزميل أحمد الأفيوني مراسل أكسترا نيوز. إليك أحمد. نعم فيروز، بالفعل أتواجد في محافظة قنا وبالتحديد من داخل قرية البارود، هذه القرية التي انتصرت في 3 مارس عام 1799 على جنود الحملة الفرنسية، حيث أغرقوا الأسطول الفرنسي هنا في هذه القرية وكبدوا يعني الحملة الفرنسية خسائر فادحة. يعني منذ قليل قام السيد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا يرافقه اللواء شريف عبد الحميد مدير أمن قنا بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء موقعة البارود هنا في مدينة أو في قرية البارود بمركز قفط وقراءة الفاتحة ترحما على هؤلاء الشهداء. للمزيد من التفاصيل دعيني فيروز أستقبل معك وعبر الهواء مباشرة سيادة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا. سيادة اللواء، في البداية برحب بحضرتك، كل عام وحضرتك بخير وكل شعب قنا بألف خير وسلامة. يعني كيف يبدو العيد القومي لمحافظة قنا هذا العام، ويعني أهم مظاهر الاحتفال الذي تقوم بها المحافظة هذا العام؟ الأول صباح الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين، وأهلا وسهلا بيكم في هنا وفي قرية البارود قرية الأبطال. احنا النهاردة طبعا بنحتفل بعيدنا القومي لمحافظة هنا، كل سنة كل أهالي هنا وهم طيبين، وكل سنة والشعب المصري وهو طيب. الحقيقة طبعا احنا بدأنا النهاردة الاحتفال، طبعا احنا بقالنا بادئين من يوم تقريبا 27 مهرجان زي ما انت عارف الثقافة والغناء، وقعد هينتهي ان شاء الله مكمل معانا لحد بكرة. وعندنا طبعا في احتفالات في جامعه جنوب الوادي، وفي احتفالات موجوده من الشباب والرياضه في الشوارع والميادين، واحنا النهارده بنحتفل مع اهالينا في قريه البارود، بنحط الاكليل الزهور على قبر الجندي المجهول وقرينا الفاتحه، وبنحتفل كلنا مع بعض النهارده ان شاء الله. معالي الوزير، يمكن كما ذكرت يعني محافظة قنا استقبلت هذا العام ولأول مرة مهرجان دندرة للفنون والموسيقى والغناء، هذا المهرجان الذي يقام تحت رعاية السيد رئيس الوزراء. يعني ما هي الرسالة التي بتبعث بها هذا المهرجان من هنا من قلب صعيد مصر ومن بتحديد من محافظة قنا؟ طبعا المهرجان ده كان يعني أول مرة يتعمل في محافظة قنا، وطبعا ابنائنا فرحانين وسعداء بيه جدا. الاحتفال الحقيقه ايجابي على المواطنين في قنا. امبارح كنا مع معالي وزيره الثقافه دكتوره ايناس، وكان الحقيقه الجمهور في جامعه جنوب الوادي كان حاشد، والشباب يعني كانوا محتفلين احتفال كبير جدا. وطبعا احنا عارفين ان الفن والثقافه زي ما احنا عارفين ده غذاء الروح، وبالتالي بيخلي اولادنا بيهذب ويثقف الاولاد ويخليهم فيه ليهم روح الانتماء وحب الوطن، ويبعدهم عن كل السلبيات وكل شيء، يبعدهم عن الارهاب وما الى ذلك. سيادة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. إذن فيروز كانت هذه هي أهم تفاصيل يعني احتفالات محافظة قنا بعيدها القومي والذي يواكب 3 مارس من كل عام. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، طيب المشاهدة وعودة بكم مرة أخرى لزملائي في الاستوديو. إليك فيروز مرة أخرى. الزميل أحمد الأفيوني مراسل أكسترا نيوز، شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم.